طيب النهارده في كاس مصر الاسماعيلي نجا من خساره او خروج من كاس مصر. الاسماعيلي اللي بيعاني في الدوري الممتاز، بتروجيت النهارده عمل مباراه كبيره جدا قدام الاسماعيلي، عمل مباراه محترمه جدا قدام الاسماعيلي وفاز في النهايه بضربات الترجيح، او الاسماعيلي فاز بضربات الترجيح على بتروجيت 5-4 بعد ما بتروجيت حقيقي عمل مباراه محترمه جدا. طيب معايا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن احمد ابو مسلم مدرب نادي بتروجيت ونجم النادي الاهلي الاسبق. كابتن احمد صباح الخير ومليون مبروك الاداء النهارده وارض لك الخساره. صباح الخير يا كريم، معلش انا صوتي بس رايح شويه ساعه الماتش، والحمد لله طبعا على الماتش النهارده، الحمد لله كل شيء. الله يكون في عونكم. النهارده عملتم مباراه محترمه بصراحه قدام الاسماعيلي وكنتوا قريبين جدا يعني. والله كريم احنا الفترة اللي فاتت كانت ربيع سيل ماشيين في مستوى ثابت الفترة اللي فاتت مع بتروجيت، من أول ما استلم المهمة احنا استلمنا المهمة السنة اللي فاتت بالظبط بقى لنا سنة شهر 3 16/3 كان هم الثالث من تحت، المركز الثالث من تحت، كان الموضوع صعب جدا. السنة اللي فاتت فنشنا مع كابتن ربيع المركز رابع في الجدول، السنة دي احنا الثاني لحد دلوقتي لحد اللي هو الأسبوع دوت، فرق 5 نقط على الناس اللي تحتينا بس بننافس بس مع الداخليه اللي هو في فرق 10 بونت بس بيننا وبين الداخليه. الاداء والله احنا ادائنا ثابت يعني، حتى احنا قدام الفرق الكبيره بنكسب الفرق الكبيره. النهارده مع احترام النادي الاسماعيلي النهارده احنا يعني الشوط الاولاني اوف سايد جيم، يعني الناس كلها شايفه مدعين 4 5 اجوان، لو النهارده عندنا يعني تركيز اكتر من كده كنا نطلع الماتش الشوط الاولاني 2-0 اقل حاجه. الاسماعيلي ضيع ضربه جزاء برضه في هذه المباراه. نعم الاسماعيلي ضيع ضربه جزاء كمان. ضرب لا يعني ما كانوش ضربه كده خالص، مفيش اي حاجه، هو بيتكلم اللي هو الكوره ضربه كده يعني. انت بص حتى الكوره بتعرضها احنا بص يعني حاجات كور سهله جدا يعني، احنا 3 4 كور كده يعني سامح. النهارده مضيع 3 4 تجوان يعني. النهارده احنا الاداء فرقه فيها اتزان كبير كفرابيع وحافظين الفرقه بشكل كويس جدا. النادي الاسماعيلي النهارده يعني انا شايف النادي الاسماعيلي مفيش كورسه يعني فرصه يعني صعب يعني فرصه جوه المرمى يعني، شايف بص كل الهجمات الخطيره لينا احنا. انا شايف النهارده اللي احنا يعني الحظ النهارده ضربات الترجيح طبعا هي الحظ صح يعني، ما نقدرش نعمل حاجه يعني 5-4 يعني. فاللعيبه برضك يعني عملت اداء كبير جدا، وانت عارف ان احنا بننافس على الدوري في ممتاز بيه، ففي مجهود كبير جدا مضاعف، وعندنا ماتش يوم الجمعه خلي بالك مع المنافس فرقه ثالثه بورتو السخنه، فانت شايف الامور صعبه جدا. بس الحمد لله يعني كابتن ربيع عامل تيم محترم وتيم، لو احنا انا شايف لو اي احنا لو بنلعب دوري ممتاز ان الدنيا هتبقى مختلفه. صحيح يعني احنا بالتيم دوت لما لعبنا في دوري ممتاز الدنيا مختلفه غير الممتاز به. انت حاسس ان انتوا قريبين من الدوري الممتاز؟ والله نتمنى، قد الكابتن بيعمل اللي عليه وبنعمل علينا كلنا، بس اللي انت عارف الامور صعبه، انت عارف المشكله كلها كريم احنا فرقه كوره، نادي بتروجيت فرقه كوره بتلعب كوره، احنا ما بنلعبش يعني نكسب 3 بونت وخلاص، احنا بنلعب كوره، بنحب نلعب كوره على الارض، بنحب نوصل، احنا جايبين معدل تهديف كبير جدا، اللعيبه كلها بتلعب باداء مميز، ما بنلعبش على اي حاجه وخلاص. فهي دي كلها النقطه دي، لما بتلعب فرقه ممتازه بتروح يعني ارض مش كويسه او اراضي فيها مشاكل ما بتشتغلش بالشكل بتاعك، انت فاهم ازاي؟ بالذات لما المنافس بتاعك مثلا بيكون بيلعب ما عندوش هويه او ما عندوش شخصيه، فدي كلها بتفرق معاك، ان انت بتعمل الماتش تلاقي كله لعب طويل، لعب مش مؤثر، فدي كلها بتبقى تعمل معاك نتائج دروب يعني. صحيح. كابتن احمد ابو مسلم مدرب نادي بتروجيت ونجم النادي الاهلي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.